بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله بخير. لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميلة. النهاردة هنعمل كفتة البرغل بسر، هيخلي اللحمة وردية، ودي انتوا شايفين لسه مطلعينها من الفرن، شايفين لما بضغط عليها قد ايه الكفتة جوسي مش ناشفة، وهتشوفوها دلوقتي واحنا بنفتحها مع بعض. مهوية من داخل، مفرغة مش مكتومة، الريحة مش قادرة اوصفها لكم، رهيبة عجيبة. شايفين قد ايه مرنة ولون اللحمة وردي، وده بسر معين هنقوله دلوقتي مع بعض في المقادير. الكفتة ريحتها والله العظيم غير طبيعية وجوسي جدا، وما خدتش يمكن تسوية 10 دقايق في الفرن، وتقدري تعمليها على الطاسة، والطعم غير طبيعي. والمكون كمان البرغل بيضاعف لك كمية اللحمة، يعني انا شغالة النهاردة على 1/2 كيلو ما شاء الله، يعني كفانا 4 افراد غدا وفاض كمان مننا. معايا بصلة كبيرة مبشورة ضربتها في الكبة وسبتها بالمية، مش هنصفيها من المية، هنخليها بس اهم حاجة اضربيها كامل وخليها بميتها. ده 1/2 كوب برغل من الاكواب المعياريه، يا دوبك بس شطفته شطفه تحت الحنفيه وخليته وعصرته بايدي بدون نقع، وخليته يتهوى في المصفى زي ما انتوا شايفين. هقلب البرغل، هضيف بقى، ده السر اللي هيديني اللون الوردي للكفته. معلقه كبيره بابريكا اللي هو الفلفل الاحمر الحلو، وفي مصر بيقولوا عليه الفلفل الارناؤوطي اللي بيحمروا بيه الاكل، وهندي معلقه صغيرة فلفل أسود، تطحنيها فريش أو مطحونة زي ما تحبي، وهنضيف معلقة ملح صغيرة، وهقلب كل المكونات. احنا ليه سيبنا البصل ما صفيناهوش من المية، على الرغم ان كل الناس بتقولك لازم تصفيه في الكفتة عشان هو اللي بيوقعها من على السيخ، ما بيخليش فيها تماسك. لا، ما احنا عشان احنا ما نقعناش البرغل، فالبرغل هيعمل لي عملية تماسك في الكفتة، وهيسحب لي كل السوائل اللي في مية البصل او في اللحمة. طيب، كيلو اللحمة، انا هشتغل النهاردة على 1/2 كيلو. كيلو اللحمة بياخد 150 جرام دهن اللي هي بتاعت الخروف او البقر مفرومه. لو انت عندك الدهن منفصل هتضيفيه في المرحله بتاعت البرغل والبصل، تفركيه كويس مع البصل والبرغل زي ما احنا كده، وهنسيبه يرتاح 1/2 ساعه او ساعه، هنغطيه بالبلاستيك راب زي ما انتم شايفين. لو في معاكي الدهن منفصل عن اللحمه هتضيفيه في المرحله دي مع البرغل والبصل وتغلفيه وتسيبيه ساعه. ساعه هيبدا البرغل يتشرب كل السوائل اللي موجوده من طعم الدهن والبصل. لكن انا بالنسبه لي خليت الراجل فرم لي في السوبر ماركت الدهن مباشره مع اللحمه، فبالتالي ما اضفتش البرغل. وهتشوفوا اللحمه لازم تكون ملبسه. الكيلو بياخد 150 جرام دهون، 150 جرام دهون اهي، شايفين اللحمه فيها الدهن مفروم فيها على طول مباشره. هنضيف عليها خليط البرغل والبصل اللي سيبناه يرتاح لساعه، والخطوه دي مهمه جدا لو سمحتوا ما تغفلوش عليها. الحين بقى لو ما عندي، انا عندي العجان، فبالتالي هعجنها بالكف حوالي 10 دقايق. ما عندكيش العجان هتحطيها بقى في قلب طبق وتشتغلي فيها عجن زي عجينة الخبز بالظبط، لحد ما البرغل يختفي وانسجة اللحمة، نلاقي انسجة في اللحمة كده يبقى كلها متماسكة. اهو انا اضفت بس هنا شوية حبهان، اللي يحب يضيفه، انا بحب اضيفه في الكفتة، ما تحبوش يعني هذا اختيار. هسيبها 10 دقايق تنعجن في قلب الكف، وهوريكم كمان في مكون هنضيفه، حتى لو انت بتعجني بايدك هتضيفيه. المكون كمان اللي هيدي، المكون الاولاني اللي قلنا بيخلي اللحمة لونها وردي، البابريكا الحمراء، اوكي، او الفلفل الاحمر الارناؤوطي، اللي بيخليها كمان هشه وما تبقاش مكتومه ومفرغه معاكي. هنحط الكيلو اللحمه بياخد معلقه كبيره بيكنج باودر، ما تستغربيش. لو انا هشتغل على 1/2 كيلو فهحط معلقه الشاي بس بيكنج باودر. بيكنج باودر بيديها هشاشه وطراوه ويخليها كده يعني مثل الالاستيك معاكي، ما تكونش مكتومة وتكون هشة وخفيفة. يعني هنفضل نعجنها 10 دقايق. لو انتي قلتلك ما عندكيش العجان حطيها في قلب طبق، اهي شايفين الفرق،
ما بين الاول البرغل الحين اختفى خالص، انسجه اللحمه كلها مع البرغل والبصل تدخلت، شايفين كانها يعني عجينه عجينه. الحين بقى انا هضيف في المرحله دي معلقه البيكنج باودر، معلقه صغيره، لان انا زي ما قلت لكم الكميه عندي نص كيلو، الكيلو بنضاعف الكميات، بتاخد الكيلو معلقه كبيره. بعد ما اضفت البيكنج باودر وكل الخليط امتزج، شايفين فرق ما بين اول ما حطينا الخليط، وشايفين هنا دي الانسجه بقى اللي بتديني تماسك للكفته، شايفين البرغل يكاد اختفى تماما ومفيش، ودي انسجه اللحمه اللي بتديني ايه كفته حلوه وهشه، وهنديها كمان طعم وريحه الحاتي، هنشوف مع بعض ازاي. لازم بقى بعد العجن معجنتيها لازم تريحيها اقل حاجه نص ساعه لساعه في التلاجة عشان النكهات كلها تمتزج، اهو شايفين، واللون اللحم حتى بيتغير بيفتح بياخد من طعم البابريكا. جبت صينيه غلفتها بالالومنيوم فويل علشان السوائل اللي تنزل من الكفته مباشره، بعدين ما تتعبيش في تنظيف الصينيه وتعمليها. انا حطيت شويه ميه ومعاها معلقتين زيت، لو عندك ميه بصل هتضيفي عليها برضو معلقه زيت علشان نصبع بيها الكفته. هاخد قطعه من الكفته واعمل فتحة من الوسط واجيب الاسياخ اللي هي الخشبية او اسياخ، اي اسياخ او اي ظهر معلقة ممكن تصبع عليها وتحطيها مباشرة على الشبكة، او لو مش عايزة تسويها في الفرن بنضغط بايدينا جامد ونفرد الكفتة زي ما انتوا شايفين، ونقفل من فوق ونقفل من اسفل، يعني من اول السيخ واخر السيخ نهاية السيخ نقفل فيها ونضغط بايدينا كويس، شايفين اصلا متماسكة ما شاء الله على السيخ، ولون اللحمة تحفة، وشايفين لا بتقع ولا اي حاجة وممتازة. هنديها شكل ديكوري كده بس اهو على الشبكة اللي احنا حاطينها على الصينية، هتاخديها وتمشيها تضغطي عليها ضغطة بايدك فهتاخد اللي هي شكل الشبكة، اهو شايفين اهي. هسوي معاكم واحدة تانية على السريع عشان برضو تشوفوا طريقة التشكيل، اهو اصحاب المثل ما انتم شايفين، بناخد قطعة زي ما قلنا بنضغط عليها من الوسط نعمل تجويف ونحطها في السيخ، واهم حاجة تقفلي من فوق ومن اسفل السيخ وتضغطي عليها بحيث توزعيها تكون كلها بسمك واحد عشان كلها تستوي في وقت واحد، ما تلاقيش حتة ناشفة وحتة طرية اهو. وبنفس الوقت الشكل الديكوري، او مش عايزة تديها الشكل الديكوري انتي حرة اهو. هصبعهم بقى كلهم ونشوف طريقة التسوية. هنا اصحابي بعد ما صبعت الكفته وشايفين ما شاء الله النص كيلو عطاني كام سيخ ومليان يعني ما شاء الله. الحين انا هفتح عليها فوق وتحت، هشغل الفرن فوق وتحت، هتاخد من 12 ل 13 دقيقه، لان انا عندي الفرن ما شاء الله حامي وفي كمان مروحه على طول اهو. هنا بس بعد اول 7 دقائق هقلبها على الجانب التاني عشان الشوايه شغاله، عشان ايه تاخد التحميره من فوق ومن اسفل اهو زي ما انتم شايفين، تاخد اللون الحلو من كل الجوانب. هقلب الاسياخ كلها في نص الوقت يعني تقريبا بعد 7 او 8 دقايق اهو مثل ما انتوا شايفين. وعشان نعطيها طعم الحاتي ولعت فحمة وحطيتها في الاطباق الالومنيوم فويل الصغيرة او ورقة الومنيوم فويل، تعمليها كده بشكل تجويفي ونقطة زيت، وحطيتها مع الكفتة على ان خلاص الكفته هتاخد تحميره من الوجه التاني ونخرجها عشان كمان تاخد ريحه الحاتي، هتبقى الطعم وريحه الحاتي غير طبيعيه مش قادره اوصفها لكم. اهي شايفين الكفته، هنقفل بقى عليها وطلعناها بعد 10 دقايق، خدت لون حلو وشايفين كل الدهون نزلت على الورقه، شايفين بقى اهو احنا بنطلعها، شايفين انا بضغط عليها اهو، شايفين الكفته قد ايه جوسي، وده بفعل عملية الدهن اللي موجودة فيها، لو محطتيش دهن الكفتة بتنشف بتبقى عاملة زي الكاوتش بالظبط، شايفين قد ايه جوسي وطرية جدا ومش قادرة اوصف لكم الريحة مع التفحيمة بتاعتها. لما بيحبش الفحمة بيقدر يستغنى عن موضوع الفحمة. ورجعنا اصحابي زي ما انتوا شايفين الكفتة، شايفين ما كشتش، شايفين طرية قد ايه وبتلمع، شايفين مفرغة من داخل، وريحتها والله مش قادرة اوصفها لكم، ريحتها غير طبيعية. نص كيلو ده يعني احنا 4 افراد في البيت قضينا اتغدينا مع السلطات، عملت سلطة خضراء وسلطة طحينة وخبز واكلنا، وفات كمان حوالي سيخين كمان منها لانها ما شاء الله دسمة، فيعني يا دوبك تاكلي سيخ واحد وتقفل معاكي، يعني سهلة وسريعة. وشايفين اهو
والبرغل اصلا كمان مش باين فيها، وشايفين انسجة اللحمة، شايفين قد ايه طرية وجوسي، يعني رهيبة. يا ريت ما تنسوش بدعم الفيديو باللايكات والشير وكومنت حلو وسبسكرايب لو انتوا جداد،